من جانبه قال اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن تنفيذ مشروع طريق شبرا بنها الحر يمثل أهمية كبيرة لمنطقة الدلتا. النهاردة أنا أعتقد دي فرحة كبيرة جدا لضباط المنطقة، فرحة كبيرة جدا للمواطنين، فرحة كبيرة لكل ما منطقة الدلتا، وخاصة أن الهيئة عامة الطرق الكباري مش واقفة عند بنها، لا ده هي بدأت تطور الطريق من بنها لغاية اسكندرية، بتوسع الطريق في الاتجاهين، وأنا أعتقد دي نقلة كبيرة جدا لمنطقة الدلتا كلها، ودي كانت مطلب أساسي لمنطقة الدلتا.